معنا عبر الهاتف من عمان رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس بسام المحرمة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. بداية يعني دعنا نتحدث عن أبرز الأسباب التي دعتكم إلى إنشاء منصة سيف أونلاين وأيضا أهم أهداف هذه المنصة. صباح الخير إليك وللسادة المشاهدين. نعم، إحنا بالأمس أطلقنا منصة التوعية الوطنية اللي هي سيف أونلاين دوجو، وطبعا إطلاقها كان بمناسبة احتفالنا برضو جميعا بشهر التوعية، شهر التوعية بالأمن السيبراني اللي بيمتد على طول شهر أكتوبر. هلا هاي المنصة طبعا زي ما تفضلتوا حضراتكم، يعني المنصة هي توعوية، فيها مواد تتعلق بالتوعية ومواد إرشادية ونصائح للأفراد وللمؤسسات ولقطاع الأعمال. لأنه طبعا ليش أطلقنا هاي المنصة؟ لأنه إحنا نعتقد أنه جزء كبير من الحوادث والمشاكل اللي إحنا عمال نتعرض إلها سبب كبير وجزء كبير منها بيعود لعدم الوعي، لعدم وجود الوعي ولعدم وجود المعرفة ولعدم وجود الدراية في كثير من الأمور المتتعلق باستخدام التكنولوجيا. فجاء استخدام يعني جاء إطلاق هاي المنصة حتى يكون فيه يعني منصة موحدة لقطاع الأعمال وللأفراد حتى يرجعوا إلها ويجدوا عليها مواد ممكن أنه تساعدهم في استخدامهم للتكنولوجيا. فممكن يعني نجد على هاي المنصة مقاطع فيديو، ممكن نجد عليها مقالات، ممكن نجد عليها نصائح وإرشادات، ممكن نجد عليها تحذيرات تتعلق باستخدامنا للتكنولوجيا، باستخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، بتتعلق باستخدامنا للإنترنت بشكل عام. طيب، ما يتعلق بآلية عمل هذه المنصة والمواضيع التي تتضمنها بشكل خاص ودور المركز في عملية التوعية في جانب آخر. نعم، يعني هاي المنصة برضو يعني يمكن مهم جدا أنه فيها مواد موجهة لكافة شرائح المجتمع، فيها مواد تتعلق على سبيل المثال بالأطفال، أنه الأطفال وكيف استخدامهم للتكنولوجيا، وإحنا كأهل وكآباء وأمهات كيف مثلا ممكن أن يعني نوعيهم ونأخذ من المنصة هاي المواد التوعوية ونطبقها على أبنائنا. برضو كمان فيها يعني نصائح وإرشادات موجهة ل يعني كبار السن، برضو فيها نصائح وإرشادات بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة، فيعني هي موجهة لمختلف شرائح المجتمع. برضو كمان احنا هاي المنصة ان شاء الله راح نثريها بالمعلومات بالمستقبل، وبرضو كمان عبر يعني برضو كمان عبر قناة المملكة يعني بنرحب بأي مساهمة، بنرحب بأي جهة حابين برضو كمان يثروا هاي المنصة بمواد توعوية، لأنه يعني حقيقة يعني كل الأبحاث وكل الدراسات بتشير انه التوعية ضرورية جدا، التوعية بتقلل من الحوادث وبتقلل من تعرض مجتمعنا لمشاكل كثير يمكن احنا عمالنا نتعرض لها كل يوم. نعم، طيب أيضا سيقوم المركز بالعمل على مشروع المناعة الرقمية للتوعية بالأمن السبراني، لو تضعنا أكثر أيضا بتفاصيل هذا المشروع. نعم، يعني إحنا برضو بالتشارك مع أمانة عمان والمنظمة العربية للمدن الذكية برضو أطلقنا حملة اللي هي المناعة الرقمية. هاي الحملة طبعا تتركز على برضو على مجموعة من النشاطات ومجموعة من الأشياء اللي برضو كمان تساهم وتعزز التوعية في مجال الأمن السيبراني. راح يكون فيها جزء كبير يتعلق برسائل توعوية من خلال الشاشات الموجودة بالشوارع، من خلال اللوحات الإعلانية الموجودة بشوارع عمان بالتعاون طبعا مع أمانة عمان، من خلال طبعا مجموعة من المحاضرات التوعوية والورش العمل اللي راح نطلقها برضو كمان مع البلديات، ليس فقط مع أمانة عمان العاصمة ولكن برضو كمان راح يكون في وصول للبلديات. فهي برضو مبادرة يعني هدفها التوعية بالتشارك والتعاون مع المجتمع المحلي مع البلديات بقيادة برضو كمان أمانة عمان، حتى برضو كمان نوصل الرسالة لأكبر عدد ممكن من بلدياتنا ومن مجتمعنا. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذا الحديث من عمان، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة.